المظاهرات لن تتوقف. إن قمعت مرة وخدرت بحجة الحكومة ستعود. أحد عوامل الضغط على تشكيل الحكومة بهذه الطريقة والتي أنتجت هذه الحكومة الضعيفة والهزيلة هو الخوف من عودة التظاهرات. إذا ما افترضنا أن هذه الحكومة ستشكل مثل ما يقولون من المستقلين والتكنوقراط، هل ستستطيع أن تخرج العراق من هذه العتمة؟ حكومة تجمع بين الفاسد ومن اتهمه بالفساد، حكومة تجمع بين الإيراني الأمريكي والأمريكي الإيراني. لن تكون هناك مصالحة وطنية، لن يكون هناك حوار وطني عراقي حقيقي إلا إذا كان جميع المتحاورين لهم إراداتهم المستقلة. وبالله عليك، من لديه إرادة مستقلة؟ على الرغم من كل ما حصل، يريد أعداء هذا البلد أن يميتوا روح الأمل فيكم، فلا تعطوهم الفرصة. الأمين العام لهيئة علماء المسلمين في العراق الدكتور مثنى حارث الضاري ضيف الحلقة القادمة من برنامج لقاء خاص، يأتيكم في الأوقات التالية.